نعم سيد الغمري، سنتحدث في محور آخر هنا عن يعني مسلمو الروهينجا، وهذا هو موضوعنا، يعني العنف الذي يجبرهم إلى اللجوء إلى بنغلاديش. يعني هناك تقريبا أكثر من 8000 مسلم من الأقلية الروهينجية يعني فروا إلى بنغلاديش بسبب العنف. يعني هل أصبحت يعني بنغلاديش ملجأ أخير لمسلمو الروهينج؟ بنغلاديش رغم ما مر بها من صعاب والفترة السوداء من حكم المخلوعة أو المعزولة حسينة واجد، والتي فرت قبل فترة وجيزة تحت وقع المظاهرات الشعبية والتي أطاحت بهذه الحكومة الدكتاتورية الفاسدة، نجد أيضا أن الهند هنا قاسم مشترك. حسينة واجد عندما فرت فرت إلى الهند، ونجد أيضا هذه الممارسات الهندية المتطرفة المتعصبة تجاه المسلمين تصب أيضا في خانة اضطهاد والضغط على المسلمين. ونجد أن الروهينجا يقومون الآن بالهجرة من بلادهم جراء العنف الموجه ضد المسلمين هناك، ويعبرون إلى بنغلاديش. بنغلاديش رغم أنها تعاني من الفقر وتعاني من حقبة سوداء جراء حكومة فاسدة مستبدة، إلا أنها رغم ذلك أصبحت ملاذا اضطراريا لآلاف من الروهينجا. ولكن بنغلاديش كشعب وكحكومة في الحقيقة لا يطيقون ولا يتحملون يعني كما نقول يعني مصاعب أو ضغوط اقتصادية إضافية. لذلك على المجتمع الدولي وعلى المؤسسات الإغاثية الإنسانية في العالم الإسلامي والعربي ينبغي أن تكون رافعة وأن تمد جسور التواصل مع الحكومة البنغلاديشية الحالية، وأن تقدم المساعدات للروهينجا هناك لكي تنتشلهم من هذا الاضطهاد المتعدد والمتعدي للحدود، بينما هم فروا من القتل والملاحقات نجدهم أيضا يتعرضون بالمجاعات والشدة التي تعطف بالحالة البنغالية الآن. نعم، إلى أي مدى يعني يعطي انطباع لدى الأقلية في ميانمار بأن بنغلاديش، ولكن حتى الوصول، إذا ما تحدثنا سيد الغمري عن الوصول إلى بنغلاديش أيضا هو محفوف بالمخاطر، يعني يتم حتى منعهم من الانتقال إلى 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 إلى, إلى بنغلاديش، هل هناك من وسيلة ربما أو تدخل على الأقل لسمح لهم بالانتقال، مع أن ذلك سنتطرق بعد ذلك إلى مآلات بين البلدين بين بنغلاديش وميانمار؟ لا شك كما ذكرنا أن بنغلاديش تمر بمرحلة انتقالية صعبة، وهناك عدم استقرار سياسي رغم رحيل رئيس الوزراء الفاسدة، ولكن هناك صدمات بين المتظاهرين والشرطة بقايا الحكومة السابقة، وهذا الأمر ينذر بأن هناك عدم استقرار ربما يستمر لأيام أو لشهور أو ربما لأكثر من ذلك، خاصة أننا نتكلم عن دولة عدد سكانها كبير ومواردها محدودة وهي تمر بأزمات خطيرة. فلا شك أن رحيل الروهينجا إلى بنغلاديش هو مؤشر أن الأبواب قد سدت وأغلقت أمامهم، ولم يعد أمامهم كما يقول يعني كما يقول المضطر إلا ركوب الصعاب. فالانتقال إلى بنغلاديش رغم ظروفها السياسية المضطربة وإمكانياتها القليلة والمحدودة نتيجة الأزمات الاقتصادية العاصفة بها تستدعي بالفعل إلى تدخل فوري وعاجل لحماية الأقلية الروهينجية والضغط على الحكومة هناك لكي توقف عمليات المطاردة وعمليات القتل الممنهج تجاه المسلمين هناك، وعلى الجمعيات الخيرية والحكومات الإسلامية أن تقوم بواجبها تجاه الأقلية الإسلامية التي تفر من أقلية الروهينجا إلى بنغلاديش الآن. نعم.